ده الحقيقه ممكن نبتدي بقى نفكر في ان احنا ناخده في اعتبارنا في الحروف. يعني لما نيجي نكتب مثلا الحروف بتاعتنا، احنا عارفين ان في عندنا حاجه اسمها الفونت سايز، بنشوفها طبعا عندنا لما حد بيجي يكتب على وورد او اي حاجه من الحاجات بتاعت الوورد بروسيسنج دي، يعني بيتكلم على 8 على 10 12 حاجات زي كده بالشكل ده. دلوقتي عايزين بقى نربط الحاجات دي بايه؟ يعني هل احنا فعلا نقدر نربطها بالكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ولا لا؟ اوكي، فبداية احنا متعودين ان احنا بنتكلم على ان 20 من 20 ل 22 minutes of arc ده يعتبر مريح. اوكي، فدلوقتي لو انا فاضل عايز اعمل ليبل وعايز الليبل ده يبقى مقروء، اوكي، فدلوقتي اعمله ازاي؟ فهلاقي عندي في تيبل كده لطيف جدا في الـ في ريكومندد ريفرنس جايب لي الريدنج ديستانس، اوكي، وايه الريدنج ديستانس دي لو انا عايزها بالانشز تبقى كام، وعايز الفيجوال انجل تستيل تبقى 24، عايز الفونت سايز يبقى كام، اوكي. والفونت سايز ده بيبقى طبعا له يعني سايز بالانشز بيبقى موجود، بس انا طبعا متعود اكتر على الفونت سايز اللي هو زي ما احنا بنشوفه في الوورد كده، اوكي. فبتكلم مثلا على يعني ممكن ان انا لو انا عاوز اي ديستانس معينه وعايز انها الفيجوال انجل بتاعتها تبقى في الرينج اللي انا عايزه، لو عايزها بريفيرد مثلا يبقى اخدها 22 مثلا، لو عايزها تبقى يعني اكسبتبل اللي هي 16 ل 18 ماشي، ممكن احطها برضو واشوف الفونت سايز بتاعه قدامه كام. فعندي التيبل ده ماشي من 24 لغايه 12 لغايه المينيمم لغايه الثريشولد، اوكي. فممكن ان انا احدد بالظبط حجم الفونت بتاعي عامل ازاي، وده يقدر يقول لي بالظبط لو انا استعملت الفونت الفلاني هيبقى مقروء من ديستانس عامله ازاي، يعني ديستانس قد ايه. لو انا زدت عن الديستانس دي، لو انا فرضا هنا بشوف فونت 8 من ديستانس 120 انش، كويس، يبقى كده معنى كده انا اكيد مش هشوفه كويس، اوكي. لو بشوفه من ديستانس 16 ده يبقى يعني يعتبر كويس قوي، اوكي. فعامه المسافه او الفونت سايز اللي هو بالبوينتس ده اللي احنا بنشوفه في وورد دوت بيبقى ديفايند ان هو كاركتر هايت بالانشز على الرقم ده، اوكي. والكاركتر هايت ده باي ديفينيشن احنا بناخده ان هو عباره عن الديستانس، الديستانس بتاعتنا على 57.3 في 60، اوكي. ده الديفينيشن بتاع الايه، بتاع الكاركتر هاي بتاعنا بيساوي كام. يعني انا لو فرضا عاوز اشوف الحاجه على ديستانس مثلا سي 1 ملم، اوكي، فبيسكلي يعني باخد ال 1 متر دوت، بتكلم على ديستانس 1 متر، 1 متر ومينتس اوف ارك اللي هي الزاويه اللي انا عايزها اللي هي بريفيرد فيجوال انجل اللي انا عايزها، كويس، واقسمها على 57.3 في 60، اوكي. وده يديني الكاركتر هايت المظبوط اللي انا المفروض ان انا استعمله، ومن الكاركتر هاي ده على طول اقدر اجيب الفونت سايز بيساوي كام، اوكي. فعامه ممكن بالايكويجن دي مش محتاجين التيبل بقى، من الايكويجن دي نقدر ان احنا نبلج ان الارقام بتاعتنا اللي هي الديستنس اللي احنا محتاجينها، اوكي، والمينت اوف ارك اللي انا محتاجها اللي هي الفيجوال انجل بتاعتي بتساوي كام، ومن الاثنين دول اقدر ان انا اجيب ايه، من الـ من التو ايكويجنز دول اقدر اجيب الفونت سايز بتاعي بيساوي كام.